السلام عليكم. فيديو النهارده هيكون عند اتش ان ام. احنا في اتش ان ام اهي، ما اعرفش باينه ولا لا، بس احنا في اتش ان ام وهنوريكم جوله فيه، نوريكم شويه حاجات موجوده. مشغلين موسيقى عاليه قوي معلش، فانا هحاول اتكلم بصوت اعلى. اول ما تخشي هو ده الشكل، هو حاطين مانيكينات، افتكر اللون اللي هو بتاع الجيش دوت طالع موضه دلوقتي، افتكر هو بيطلع موضه كل سنه بس في وقت معين. فدوت الفستان ده على المانيكيان، بس هي لابسه فوقيه جاكيت مش عارفه ليه، فهو ما بقاش اساسا باين. وبعد كده في المانيكيان ديت برضو، دي لابسه الفانيلا البرتقاني، هوريها لكم برضو من غير المانيكيان. وفي البنطلون والجاكيت، الجاكيت بصراحه حلو للشتاء وكده، هو شكله حلو انا عجبني. دول اهي، دي الفانيلا هتقيمها لكم هنا اهو ب$10. هي عامله زي البلوفر بس هي خفيفه جدا، يعني بصوا هي عامله زي الكروشيه فممكن الهوا يخش منها وبرده تبقى ستيله. وفي منها كمان بامبا، ما اعرفش ده، افتكر ده مش نفس القماش فمش هي. وده البنطلون اهو، هو شكله رجالي شويه بالنسبه لي، بس في ستات كتير بتلبسه ب$25. واحلى حاجه بقى اللي هو الجاكيت ب$50، اكيد هيبقى غالي عشان ده تقيل وحلو قوي. وخلينا نوريكم المانيكان ديت كمان. بعد جنب كل مانيكان في الهدوم اهي جنبيها، ده المانيكان التاني لابسه برضو اللي هي عامله زي العفريته وجاكيت وفانيلا بتاعت الجيش تحتيها او منظر الجيش عليها. فاهي برضو الفانيلا بتاعت الجيش ديت نص كم، عشان كده لابسه عليها الجاكيت عشان الدنيا ساقعه شويه عندنا. ديت ب$6، والعفريته اهي يعني هاتين لكم كل حاجه عشان ما تفضلوش تدوروا عليها ب$35. والجاكيت في منه لونين، في الاسود وفي اللون الاخضر ده، ده كمان احسن عشان وديني انا اضطريت اعمل زي البلاستيك فمتتبليش. دوت ب$35 من جوه برضو نفس الشكل، وفي الاسود برضو بنفس الثمن اهو. استنوا نوريكم مانيكان تاني اهو في الشكل ده كمان، دوت صيفي شويه من تحت وشتوي من فوق. شايفين بقى كتير الناس بتعمل كده، بتلبس من فوق شتوي من تحت صيفي، مش عارفه ليه. فهي لابسه فانيلا سودا من تحت بس هي مش باينه عشان هي لابسه فوقيها بقى الجاكيت دوت، وكمان ممكن تضيقوه كده. ولابسه الجيبه ديت وبرده عامله زي نفس الشكل بتاع الرجالي اللي فيها الجيوب اللي في الجنب اهي. الفانيلا ب$25 مكتوب عليها ساكرامنتو كاليفورنيا، مكان في سان فرانسيسكو او قريب لسان فرانسيسكو. وفي الجيبه اهي، خلينا نشوف سعرها ايه، ب$25 برضو الجيبه. وفي بقى الفانيلا اللي هما لابسينها من تحت ب$18 اهي. اه يمكن دي مش هي، دي برضو قماش غير القماش، ممكن تكون من وراها، بس دي ب$18، دي ب$25 افتكر هي لابسه ديت بقى اهي. فلانة طويلة وحلوة برضو للمحجبين، شكلها حلو. وفي كمان عفريتة جيبة سودا اهي، وكلها زراير من فوق لتحت، نوريها لكم اهي عاملة زي الجيبة اللي هي لابساها بس عفريتة جيبة. وفيها جيب كمان كبير قوي اهو، دي شكلها احلى بالنسبة لي. برضو المحجبين ممكن يلبسوها بس لازم يلبسوا تحتيها حاجة بكم، زي مثلا الفلانة السودا بكم وبنطلون من تحتيها، تبقى شكلها برضو حلو يعني مش هتبقى وحشة ولا حاجة. وفي ايه كمان، انا بقى حاطين شوية حاجات كده اهي، شوية حاجات شتوي. دوت ب$25 برضو اللي هو عامل زي الكروشيه وعندهم بناطيل، خلينا نشوف. بنطلون اسود ب$20 اهو، وعندهم برضو حاجات تانية زي الجيش، وحاطين برضو شوية حاجات هنا اهو زي جيبة السودا اهي. وفي ده برضو فستان عامل زي الجينز بس مش جينز قوي، وشوية حاجات خضراء عاملين الألوانات اللي هي الخضراء بتاعت الجيش مش عارفة ليه. وفي برضو أشكال الجيش اللي هي في اللون الألوانات الفاتحة زي الجاكيت دوت، نصوا عليه كده برضو نفس الشكل، شكله حلو برضو. وفي برضو حاجات شكلها عادية. وهنا بقى حاطين حاجات رخيصة، بصوا ب$10 وب$9 وب$7، فكل حاجة بيبقى مكتوب عليها سعرها. يعني مثلا بصوا الفستان دوت، وفي حاجات أغلى كمان. الفستان دوت يعني شكله حلو قوي، ينفع للسنة الجديدة، بس السنة الجديدة خلاص عدت وجت. دوت سعره الأساسي ب$35 وهم هاتينه ب$19 أفتكر، بس ساعات في حاجات بتبقى أرخص لما بتروحي عند الكاشير وبيملها سكان بتطلع أرخص من كده.
فيها مكتوب عليها 19 بس ممكن تبقى ارخص. فلو حاجه يعني عجبكوا وعايزين تعرفوا سعرها ممكن تسالهم على السعر. وحاطين بناتيل برضو اهي، دوت سعره الاساسي ب25 حاطينه ب8، دوت اللي هو الشكل الرجالي بالنسبه لي، انا بحس ان الجيوب ضيقه للرجاله مش للستات، بس في ستات بتحبوه عادي يعني برضو. وفي الشكل اللي هو الكاموفلاج، بيطلع لي الكاموفلاج مش طبل جيش يعني، دوت ب9. خلينا نشوف عندهم بقى البناطيل القماش ب6، وفي واحد مرسوم عليه ورد هنا، خلينا نشوف بكام. ابو ورد ب11، اهو ده شكله، شكله حلو. انا بحب الحاجات اللي بتبقى عليها ورد مش عارفه ليه. في بناطيل جينز برضو عاديه ب14 برضو اهي، وفي لون الكاكي ب11، في جيب كمان، حاجات كتير، كل الحاجات دي محطوطه تخفيض. خلينا نشوف الجاكيت ده، ده ب20 بدل 50، ومفخفخ وشكله حلو يعني ده في الشتا، شكله برضو حلو. وفي ده ب23، شكله برضو حلو ويدفي في الشتا. وفي بقى فلنات او بلوزات من هي الخفيفة بس هما طوال يعني، بصوا على دي يعني نحطها هنا مثلا عشان تشوفوها احسن اهي، مصورة شكلها طويلة فتنفع برضو للناس المحجبة. وديت ب$8 اهو، مكتوب ب8. ففي حاجات كتير برضو تنفع في H&M للمحجبين، ما تفكروش اني H&M حاجة تانية وكده، في حاجات برضو تنفع للمحجبين زي الفلينة دي برضو اهي، كل الحاجات دي تنفع بصراحة، شكلهم حلو قوي كمان. وعندهم الفلينات اللي هي طالعة موضة ديت دي ب7، اللي هي بتتقفل من تحت، مش عارفة اسمها ايه بالعربي نسيت، بس عشان خاطر يعني ما تطلعش من البنطلون او يبقى امان ان هي ما تطلعش فعلا وانتي ماشيه او كده، فممكن تلبسيها زي البودي تحت هدوم. وعندهم كمان بس ولا دي، في منها برضو بتبقى كات اهي، بتتقفل وكات. خلينا نشوف دي بكام، دي حاطينها ب11، كان في واحده برضو هنا دي عم لازم يكون قطيفه يعني، دي قطيفه بس كات وبتلمع شكلها حلو. في منها بقى الشيفون خالص بس دي مش تبعنا. وفي مثلا الجاكيت ده شكله حلو ب8، بس على شكله حلو قوي، والجنبه برضو ب7. ده بقى اللي انا بقول لكم عليه، بصوا عليها دي بتلمع وبرضو فيها نفس الحته المقفوله من تحت اهي، شكله حلو قوي، ينفع يعني برضو لحفله او كده يعني، مثلا تلبسوه فوقيه بنطلون او جيبه او حاجه، ويبقى مقفول من تحت عشان تتاكدوا ان هو يعني مش هيطلع لفوق وانتوا بتتحركوا او كده. ودوت ب17 بس للاسف طلع مفتوح من ورا، فلازم تلبسوا تحتيه فرينه او ما ينفعش خالص. المهم هنكمل بقى في بيت المحل، هو ده المكان اهو اللي فيه الحاجات على تخفيض. في اماكن كتير تبقى في المحل فيها حاجات متخفضة مش المكان ده بس. خلينا نكمل بقى هنا بقى عندهم التواك والحاجات للشعر، في تواك كتير برضو اهي، بصورة دي شكلها حلو، كليبسات ومكتوب ان هما ب$2 بس انا معرفش ده انهي نوع، مكتوب اهو ب2، معرفش ده انهي واحد، بس دول مكتوب عليهم اسعار تختلف، ده ب8، شكلها حلو، فيهم لامين زي البنس، في اشكال كتير فيهم الكليبس وفي البناس نفسها. البناس بكام؟ البناس ب3، في اسود وفي ذهبي، اسود وذهبي اهو. وفي عاملين زي السكارف اللي بتتربط على الراس، ممكن تلبسوها زي الناس اللي بتلبس الاشارب اللي هو نسيت اسمه ايه برضه، نسيت الحاجات دي كلها اسمها ايه، اللي بتربط على الراس وما بيغطيش الرقبه دوت. وفي دول اتنين سوا شكلهم برضو حلو، تواك ممكن تلبسيها في البيت. وفي برضو الكليبس هي دي شكلها حلوة، نشوف هي بكام، دي ب10 بصراحة، الأسعار غالية شوية بس ممكن بالنسبة لحد تاني متبقاش غالية. وعندهم مكياجات ورموش وحاجات زي كده، الرموش ديت مش مكتوب عليها بكام معرفش، بس في الرموش ديت. وفي زبدة كاكاو هنا ب4، كل واحدة ليها طعم أو ريحة مش طعم. وفي كمان الروج ده ب5، الروج في الروج ده كمان ب2، اشكال كتير. وعندهم كمان ساعة، اول مرة في نوم بيبيعوا ساعات، دي 25، استنى كده اهي، شكلها حلو، اللون الذهبي بتاعها شكلها حلو بصراحة. وعندهم كريم للايد ب5، وعندهم البتاع ديت بتستخدموها على الهدوم، بتبقى ملزقة بتلزق اهي كده، وتستخدموها على الهدوم عشان تشيل الوبر والحاجات اللي على الهدوم. وعندهم كمان كربات للتليفون وكده،
الشنطة زي ما انتم شايفين عندهم حاجات كتير مش هدوم بس، وعندهم كمان جزم الناحية دي اهي، جزم كعب وواطية وبوت وكل حاجة برضو، ودي جات حاجات برضو تانية على صيام مكتوب صيام. دوت البيكيني هات بقى بتاعت الصيف محطوطة اهي تخفيض، بدل 13 بقت ب7، وفي اشكال كتير منهم برضو بس بصراحة حاجات متهمنيش لان انا ما بلبس الحاجات دي. في منه ب9 بيتباع بس من تحت لوحده والمن فوق لوحده، او افتكر مفيش اساسا من فوق، هم كلهم بس اللي من تحت. وفي الجزم التنس بقى، بصوا على التنس شوز دي ب30 شكلها حلو ازاي. خلينا نكمل الناحية دي، الناحية دي بقى في من فوق اهو، خلينا نشوف. دوت برضو بكيني ب13 بدل 20، التخفيض قليل بس حلو برضو. في الشورت كمان بتاعت الخروج، خلينا نشوف دي ايه، افتكر دي بتحطي فيها نضارة الشمس ب3. وشنط خروج برضو تحت هنا صغيرة وكبيرة. وفي قسم كمان في شغال جافة، مش عارفة اوريكوا بيت الحاجة المحطوطة رخيصة، بس في قسم كمان هنا حاطين فيه حاجات رخيصة، هنوريهولكوا بعد كده. ارجع تاني للقسم التاني بتاع الحاجات الرخيصة، بتبقى جنب الكاشير اللي انا كنت لسه عندها دي عند الكاشير. فخلينا اجي اوريكوا ديت بقى، دي اهي اول ما تخشي من الباب العمومي حاطينها رخيصة. في حاجات ب7 وحاجات اغلى وارخص، دوت ب4 وبصوا بكم وشكلها حلو ازاي. زي ما بقول لكم دي ب4 كانت ب25 حطيناها ب4، وبصوا برضو طويلة، هو قميص بس طويل وفي زراير تحت هنا بس طويل وشكله حلو برضو جدا، ينفع لأي حد محجب. وفي ايه كمان اهو، حاطين نفس الشكل بس لا دي عاملة زي بلوزة ب11. وفي دي ب14 برضو شكلها حلو، ينفع برضو للمحجبين بكم وطويلة. هتكون حاجات كتير زي ما انتم شايفين، تخفيضات كتير، وعلى طول بيبانوا التخفيضات دي ب5 مثلا. خلينا نوريها لكم هنا اهي على شكل الزيبرا ب5، وبرضو بكم وطويلة. قيمتها الأساسي ب10، يعني عاملينها 50%، وزي ما قلتلكوا ساعات بتبقى الحاجات أرخص من كده كمان لما تروحي عند الكاشير. وفي أشكال تانية ب4، خلينا نشوف ده كمان ب4 نفس الستايل بس لون غير اللون، قميص برضو وطويل ونفس القصة. ده شكلها حلو. وفي حاجات أحلى بقى من 4 ب13 وكده، دي ب13 مثلا اهي. بس الألوانات بصراحة ممكن تعجبش الناس كلها، يعني في ناس ممكن ما يعجبهاش الشكل ده، على حسب كل واحد وذوقه. ودي ب9 شكلها برضو حلو والقماش بتاعها حلو، أكترتهم نفس الستايل أو مقربين من بعض. هنا بقى حاطين بناتيل ب5 شكلها قماش اهي، في منهم جلد كمان بس الجلد اهو، الجلد اهو ب17 شكله يعني غريب شوية، بس في ناس بتلبس الجلد. عاطين جيمس ب8 بدل 19، بس مقاساتهم ساعات بتبقى صغيرة. وهاتيني برضو جينز نفس المقاس، وفي تاني بقى قماش وكده اهو زي انتم شايفين. كل ده جينز تاني برضو اهي 13 بدل 30، يعني اكتر من 50%. وعندهم كمان بنطيل للحوامل اهو، بيبقى فيه هيب استيك من فوق عشان ميوجعش بطنك، هاتينه ب25 بدل 50، يعني 50% برضو. عندهم اشكال كتير زي انتم شايفين، وبصوا على الفستان الاخضر ده شكله جميل قوي برضو، بيلمع وشكله حلو. دوت حاطينه ب13 بدل 50، افتكر كل الحاجات دي كانت حاجات ايد رأس السنة مش عيد، وهم حطوها بقى تخفيض بعد الايد ما خلص. في فلينات كمان طويلة قوي اهي، بصوا يعني طويلة جدا، هو الكم بتاعها شيفون بس لبسوا تحتيها بودي عادي خالص، بس طويلة وحلوة. انا عارفة في ناس بتحب تلبس حاجات طويلة لحد الركبة وكده، فعنده حاجات كتير، تعالوا زوروا H&M بتاعكو اكيد هتلاقوا حاجة تعجبكو. وفي بقى بناتيل كمان هنا مكتبين هنا ب9، بس في حاجات بتبقى اغلى، وهنا ب13 جيب وشورتات وكده. فروحوا ال H&M بتاعكو وشوفوا عندهم حاجات ايه تناسبكو، عندهم حاجات كتير حاطينها تخفيضات. وبقى هروح اوريكم بقى بيت الحاجات اللي انا كنت بوريها لكم قدام عند الكاشير، وبعد كده نمشي.
او يعني يكون اخر الفيديو، بس ما عندهم حاجات كتير اكتر من كده، ما عندهم حاجات للرجاله كمان انا مورتهاش ليكم، بس عندهم كمان شرابات وكده. اهي حاطين الجزم دي، يعني مثلا بصوا الشبشب ده حاطينه باربعه بدل 13 او صندل يعتبر، وحاطين جزم تانية برضو اهي. كل الجزم دي حاطينها تخفيضات، وحتى جزم كاوتش وكده، وفي ديت شكلها حلو حاطينها ب8، وفي بقى الشرابات برضو حاطينها ب5، او هو الكالون والجرابات بتاعت التليفون والحاجات دي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، لو عجبكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ومتنسوش تدونا لايك في الفيديو الجميل ده لو عجبكم، وتكتبوا لنا كومنت قولوا لنا ايه رأيكم في اي حاجة من الحاجات اللي انا ورتها لكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.